عارف يا حسين احنا نعرفه وحيد بيه من امتى؟ من زمان قوي، من واحنا عيال، وطول عمرنا عارفين ان ابنه بشوات ومتربي، بس دلوقتي ابتديت اشك فيه. يا راجل يا راجل ما تقولش كده. وبحر اسكندريه اللي احنا بنعومه فيه ده ونستحموا فيه ابتديت برضه اشك فيه، ممكن يطلع البحر الميت، البحر الاحمر، ترعه المحموديه. انا تعبت يا حسين، تعبت. انما انت انا يا برنس ماشي كده في وسط الزحمه ولا همك، مش خايف لحد يعرفك؟ احسن مكان تستخبى فيه هي الزحمه، اللي هربان من البوليس وراح يتوه في حته ده بحمار اخباريه بشيرين ينزلوا ويجيبوه في ثانيه. انا بقى لما احس انهم يعني حاطين عينهم عليا وعايزين يجيبوني كنت اطلع امشي في المظاهرات. اول حاجه هنجيبها المرايه. زوما ايه المرايه؟ تشوف وشك فيها، تسرع شعرك، تعرف انك انت لسه موجود. وبعدين انت مالك؟ انت دافع حاجه من جيبك؟ اللي معاه قرش حياره يجي حمامه ويطيره. بتقول ايه؟ لا ما مش عارف، ما كنا جبنا حشيش احسن. شكرا جدا. مع السلامه. مع السلامه. اجي هنا. معقوله؟ معقوله هو؟ ايوه هو هو. وانا هتوه عنه الحاج مصطفى. ايوه هو الحاج مصطفى. معقوله؟ يا حاج مصطفى، يا حاج مصطفى، يا حاج مصطفى، يا حاج مصطفى. حاج جمال، مش ممكن. مصطفى ايه دول هيضيعوا ال 30 حجر اللي احنا اصطبحنا بيه؟ والله العظيم لك وحشه. معقوله؟ كام سنه دلوقتي؟ ازيك يا حاج مصطفى؟ وحشني. ازيك يا حاج جمال؟ والله العظيم وحشني. تصدق وتامن بالله طول ما انا ماشي في الشارع عمال اتلفت يمين وشمال، قلبي كان حاسس ان انا هشوفك. يا اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضل. سعيد، كراسي كراسي بسرعه، اتفضل. يا اهلا وسهلا، يا اهلا يا حاج مصطفى، يا اهلا. الحاج مصطفى زهران تاجر انتيكات، انما ايه؟ دولي. العطارين دي يا مكاله الشهد من تحت ايديه، وارث الشغلانه دي ابا عن جد. اسكندريه كلها نورت بيك يا عم الحاج مصطفى. ربنا يكرمك. ما تاخذنيش يا حاج مصطفى، ما تعرفناش على الاستاذ وليد. وليد ايه؟ انت هتهزر؟ وليد ايه؟ ده صديقي، صديقي مسعد. اشمعنى انا مسعد اللي يفضل لازق فيا كل مره؟ فين ايامك الحلوه يا حاج مصطفى زهران؟ فين الشغل اللي ما كناش بنبطل؟ هات وابعت على فرنسا، وابعت على الكويت، واشحن على مصر. ايام ايام والله يا حاج، ايام ما تتعوضش. شوف نسيتنا يا حاج مصطفى، تشربوا ايه؟ حشيش. حشيش ايه؟ ما تهمل بقى. طب وعزة جلال الليلة نجيب له ويشرب هنا في الشارع كمان؟ ده بيهزر يا حاج. وفي حكومة تقدر تقول لنا بم؟ دي منطقتنا يا حاج مصطفى، ما انت عارف الحيطان والطوب تتكلم. اه ما انا عارف قدها وقدود طبعا يا حاج. واد يا زيزو. امر يا حاج. هات بوري مرصوص ومتغمس للباشا، اما الحاج مصطفى فانا عارف طلبه، هتشب ليمون بالنعناع. شاكرين يا حاج، ربنا يخليك. على ايه بس يا حاج مصطفى؟ ده انت خيرك مغرقني. اقول ايه ولا ايه؟ الواجب اللي عملته يوم جواز البت، ولا يوم الضرايب ما عملتها معايا، ولا يوم الواد ابني ما جالك فرنسا عشان يعمل العمليه؟ جرى يا حاج، البنت بنتي والواد ابني. هو ما ينساش المعروف، غريبنا الحرام. قفل بقى الكلام في الموضوع ده، تعمل ايه في الشغل؟ ايه ده؟ ارجع ارجع يا حسين، ارجع يا واد. بس اركن هنا. هتقف فين؟ ان شاء الله في وسط الشارع جنب السفينه.